في ولايه القيروان او خارجها. ذاك علاش اليوم الحمايه المدنيه في ولايه القيروان تحتفل بهذا اليوم العالمي بطريقتها الخاصه. اليوم حفل تكريم قاعد يصير ديجا حاليا في مقر الاداره الجهويه للحمايه المدنيه بالقيروان. كل تفاصيل تسويت في الاكتواليتي. اكتواليتي ماتينال، اكتواليتي ماتينال. ناخذ فكرة على أهم التدخلات زادة اللي قامت بها الحماية المدنية خلال هذه السنة. يحضر معنا مباشرة عبر الهاتف زميلنا زبير العياري. زبير صباح النور ومرحبا. صباح النور، صباح المحبة والوئام. بالفعل نحن الآن في مقر الحماية المدنية بالقيروان واليوم العالمي للاحتفال بالحماية المدنية، وهي كل سنة حميدة دأبت عليها إدارة الحماية المدنية في تونس كاملة وأيضا في مدينة القيروان. احتفالات كبيرة، احتفالات خاصة ونحن نعلم أن الحماية المدنية هي في الخط الأمامي في كل المواقع. نجد الحماية المدنية موجودة اليوم في لا قدر الله في الحرائق، في التدخلات خاصة عندما يكون هناك كوارث لا قدر الله، يعني في جميع المواقع نقاو اليوم الحماية المدنية في الخط الأمامي. حاليا يصل والي القيروان الى مقر الحمايه المدنيه، وسيد العميد قاعد يستقبل وفد السلطه الجهويه. وكما قلت منذ بدايه منذ قليل نحن نعيش اليوم اذا احتفال باليوم العالمي للحمايه المدنيه. هناك الجميع السلطه الجهويه موجوده اليوم هنا في القيروان، وايضا الاطارات والضباط الحمايه المدنيه. يعني نجم نقول اجواء منعشه، اجواء كبيره جدا، ونتمناو بطبيعه الحال الحمايه المدنيه دائما وابدا النجاح، النجاح طلب النجاح الاخر حسام. هذه المداخله. كما قلت هناك حاليا الاحتفالات حاليا، وان شاء الله مره اخرى نجم ناخذ العميد يا حسام. سيد العميد ما نجموش ناخذوه معك حاليا سي زبير. معاه توا في الاحتفال حاليا البروتوكول بطبيعه الحال احتفالات ناخذوه مره اخرى. واضح سي زبير، يعطيك الصحه شكرا ليك. حبينا ناخذ فكره على مجال التدخل بالنسبه للحمايه المدنيه واهم التدخلات اللي قامت بها خلال هذه السنه. كان بريفيو باش يحضر معنا سيد العميد في المباشر، لكن مع وصول السلطات الجهويه والمحليه دونك نحاولوا انا بعد شويه نحاولوا نتحصلوا عليه باش ناخذ فكره على هذا الحفل التكريم اللي قاعد يصير في الاداره الجهويه للحمايه المدنيه ومجال تدخلهم خلال هذه السنه. شكرا لك سي زبير العياري. هذا شنو كان عندنا في الاكتواليتي ماتينال. Actualité matinale. Actualité matinale. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامج